الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث الاول من باب في شان ان انزلناه في ليله القدر وتفسيرها وهو كلام دار بين الياس النبي عليه السلام وبين الامام الباقر عليه الصلاه والسلام بحضور الامام الصادق عليه السلام. وصلنا الى هذا المقطع حيث يقول: فإن قالوا لك فإن علم رسول الله صلى الله عليه واله كان من القرآن فقل حَامِيم وَالكِتَابِ المُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ إلى قوله تعالى: إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ الى اخر الكلام. في هذا المقطع الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يجيب عن شبهه حيث ان الحق هو ان الارض لا تخلو من حجة لله سواء كان نبيا او وصيا. من يوم ان خلق الله سبحانه وتعالى ادم الى ان يرث الارض ومن عليها فهناك اما نبي او وصي لان الله سبحانه وتعالى يريد هدايه الناس بان يريهم الطريق الرسول صلى الله عليه واله بين وشرح ووضح ولكن ماذا بعد الرسول؟ هل إن الله سبحانه وتعالى ترك الأمة حملاً من دون هادٍ لهم بحيث أنه يستولي على الأمر من لا يهدي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى الذي لا يهتدي إلا أن يهدوه هذا هو الذي ينبغي أن يتبع أو لا الذي يهدي إلى الحق بأمر وإذن من الله سبحانه وتعالى فلذا لا بد من أن يكون في كل عصر هاد نعم الناس ليسوا مكرهين بالإكراه التكويني، بالإلجاء التكويني بأن يتبعوه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجبرهم على الإيمان، يتمكنون من الكفر، كما أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ولم يكره الناس على الإيمان بهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول قلوب جميع الناس بلحظة واحدة بقوله كن فيكون فيصبحوا مؤمنين، لكن هذا لم يكن من الحكمة بل من الحكمة اختيار الناس. والاختيار معناه انه يتمكن من الايمان او الكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فاذا الله سبحانه وتعالى كما لم يكره الناس على اتباع الانبياء لكن ارسل الانبياء حتى حجته تكون تامه لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. كذلك الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله عين اوصياء، لكن لم يكره الناس على اتباع هؤلاء الاوصياء اكراها تكوينيا، وانما الرسول بلغ وكان من وظيفه الناس اتباع الاوصياء. إذا الناس لم يتبعوا الأوصياء فالحجة تامة عليهم. في يوم القيامة لا يتمكن من أن يقول يا رب لم يكن بعد محمد صلى الله عليه وآله وصيا له هاديا فلذا ضللنا. يقال له بلى إن الله سبحانه وتعالى عين أوصياء. لكنكم لم تتبعوهم فالحجة تامة عليكم. وحتى في هذا الزمان حيث غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الله سبحانه وتعالى عين وصيًا والوصي حي موجود، لكن الناس بسوء عملهم بسوء اختيارهم سببوا أن يغيب هذا الوصي عنهم. هذا بسوء اختيارهم كان، وإلا الله سبحانه وتعالى لطف بالعباد ورحمهم بتعيين الامام. واذا توجهوا الى الله سبحانه وتعالى والتجاوا اليه فالله سبحانه وتعالى يظهر الامام ليملاها عدلا وقسطا بعد ان ملئت ظلما وجورا. زين الشبهه ماذا تقول؟ تقول إن رسول الله صلى الله عليه واله خلف فينا القرآن، والقرآن موجود بأيدينا، لم يحرف ما بين الدفتين، هو كما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه واله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن موجود والقرآن يهدي للحق، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، فلا حاجة، الشبهه تقول هكذا، فلا حاجة لإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، زين، الإمام الباقر عليه السلام في هذا الحديث يجيب عن الشبهة بجوابين. طبعا قبل ان نذكر جوابي الامام الباقر نقول ان الحديث المتواتر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه واله واتفق على روايته وصحته الفريقان ان رسول الله قال: اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتره اهل بيتي. يعني الرسول لم يخلف القران في هذه الامه لوحده وانما خلف ثقلين هم عدلان القرآن وأهل البيت واحد يريد يتمسك بالقرآن وحده من دون أهل البيت هذا لا يمكن أو يريد يتمسك بأهل البيت وحدهم من دون القرآن هذا لا يمكن لأنهما لن يفترقا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فإذا ترك أحدهما فقد ترك الآخر فلذا الذين تركوا أهل البيت قد تركوا القرآن لأن الذي أمر بالتمسك بأهل البيت القرآن، فإذا واحد تركهم فقد ترك القرآن، وإذا واحد يزعم أنه تمسك بأهل البيت لكنه ترك القرآن فهو لم يتمسك بأهل البيت لأن أهل البيت يأمرون بالتمسك بالقرآن، فإذا لم يتمسك بالقرآن فقد ترك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الإمام الباقر لإجابة هذه الشبهة يستدل بآيات من سورة الدخان الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان يقول بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن في ليلة مباركة يعني كثيرة البركة وهي ليلة القدر إنا كنا منذرين يعني مخوفين بالعذاب فلذا أنزلنا فيها يعني في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم يفرق يعني يفصل يقدر أمرًا من عندنا، يعني من عند الله سبحانه وتعالى. إنا كنا مرسلين. يعني نرسل الملائكة بهذه التقديرات في ليلة القدر. زين. طبعًا هنا قبل أن نبدأ بجواب الإمام عليه الصلاة والسلام، نذكر أن ليلة القدر هي ليلة عظيمة وقد أجمعت الأمة على أن هذه الليلة في السنة مرة واحدة في كل سنة سواء في زمان الرسول صلى الله عليه وآله ومن بعد زمان الرسول، يعني الآن في عصرنا والرسول قد ارتحل الى الرفيق الاعلى في كل سنه توجد ليله القدر. زين. في ايه اخرى في سوره البقره الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران، يعني في شهر رمضان انزل القران لان ليله القدر هي في شهر رمضان. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هسه احنا السؤال في زمان رسول الله صلى الله عليه واله في ليله القدر الملائكه كانوا ينزلون على رسول الله صلى الله عليه واله في ليله القدر فيخبرونه بالتقدير الالهي في تلك السنه يعني من ليله القدر الى السنه القادمه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر أمور العباد. فله القضاء والقدر. هذه التقديرات الإلهية الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى يرسلها في زمان الرسول على رسول الله صلى الله عليه وآله فيخبرونه بذلك. زين بعد الرسول صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى يرسل هؤلاء الملائكة على من اتفقت الأمة على أنه بعد الرسول ليلة القدر مستمرة في كل سنة توجد ليلة القدر وحتى من الآيات الشريفة يستفاد ذلك لأن مستعمل الفعل المضارع الدال على الاستمرار فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق فعل مضارع تنزل الملائكة والروح يعني تتنزل الملائكة والروح هذا فعل مضارع يدل على الاستمرار في زمان رسول الله وبعد زمان الرسول زين بعد الرسول هذه هؤلاء الملائكة ينزلون على من بهذه التقديرات؟ هل لا ينزلون الى الارض من سماء الى سماء كلا لان السماء السماوات فيها الملائكة والملائكة لا يحتاجون بأن ينزل عليهم ملائكة آخرين لأن الملائكة كلهم معصومون والله سبحانه وتعالى يوحي إليهم مباشرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا بالنسبة إلى ملائكة العذاب مطاع ثم أمين بالنسبة إلى جبرائيل وكذلك جميع الملائكة هؤلاء معصومون لا يخطئون ولا توجد بالنسبة إليهم تقديرات خاصة الله يخلقه من يوم يخلق يعين له وظيفة وتكليف إلى يوم القيامة لا هو له جسم بشري يحتاج إلى أكل أو زواج الملائكة هكذا ولا يحتاج الى تكليف جديد الله سبحانه وتعالى من يوم ان يخلق الملائكه يعين لهم تكليفهم يوحيه اليهم ويستمرون بذلك لا يتغير الامر بالنسبه اليهم فلا يحتاجون الى ان الله سبحانه وتعالى يرسل اليهم ملائكه اخرين فالانزال في ليله القدر انما يكون الى الارض زين هؤلاء الملائكة الذين ينزلون من كل امر ينزلون على من؟ في زمان الرسول على الرسول صلى الله عليه واله، لأن الرسول هو الواسطة بين السماء والأرض، كما أن الله سبحانه وتعالى جعله الواسطة في تبليغ الأحكام التشريعية، كذلك جعله الواسطة في الأمور التكوينية، في الأمور التشريعية جبرائيل كان ينزل عليه بالايات القرانيه والاحكام الشرعيه يبينها للناس. في الامور التكوينيه القضاء والقدر الذي الله سبحانه وتعالى يقدره لكل سنه ملائكه ينزلون من السماء الى الارض معهم الروح على رسول الله صلى الله عليه واله في زمانه ويبلغونه ويحدثونه بتلك التقديرات ايضا يكون واسطه في الامور التكوينيه. زين، بعد الرسول صلى الله عليه واله، هؤلاء الملائكه ينزلون على لا احد، هذا عمل لغو. هكذا ينزلون من السماء الى الارض ويرجعون الى السماء، هذا لغو، والله سبحانه وتعالى حكيم منزه عن اللغو. فهذا يدل على انهم ينزلون على انسان. ذلك الانسان هو الواسطه التي جعلها الله سبحانه وتعالى بعد الرسول في تبليغ الاحكام، صحيح ماكو احكام جديده لانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا التشريع انتهى في زمان رسول الله صلى الله عليه واله لكن التبليغ لم ينته ولكل قوم هاد الهداية لم تنتهي الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة الواسطة للهداية وجعلهم الواسطة في التقديرات التكوينية فإذا قلتم بأنه ليلة القدر موجودة الملائكة ينزلون لكن ينزلون لا على أحد هذا اللغو والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وان قلتم ينزلون على بشر نسالكم من ذلك البشر. غير الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام اجمعت الامه على ان الملائكه لا ينزلون عليهم في ليله القدر. وانما الذين ادعي لهم ذلك هم الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. فينحصر فيهم فالجامع بين هذه الآيات القرآنية وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن اللغو وعن العبث وأنه لا بد أن يكون نزول الملائكة على إنسان غير أهل البيت أكو إجماع على أنه الملائكة لا تنزل عليهم في ليلة القدر فينحصر الأمر في الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الجمع بين الأدلة يقتضي انه هؤلاء هم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى الواسطة بينه وبين خلقه حتى في التقديرات. طبعا الواسطة بينه وبين خلقه هذا ما في مشكلة لأنهم يعملون بإذن الله. ذكرنا مثل ما التشريع الله سبحانه وتعالى كان قادرا وهو قادر على أن يوحي إلى كل إنسان تكاليفه. لكنه حكيم لم يفعل ذلك وانما اوحى الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله والرسول محمد هو الذي بلغه فواسطه الله سبحانه وتعالى للتبليغ الى عامه الناس من كان؟ هو رسوله محمد صلى الله عليه واله فلا باس بذلك الله سبحانه وتعالى يختار واسطه في التبليغ كذلك الله سبحانه وتعالى يختار واسطه في التقديرات حتى في القرآن الكريم يدل على ان الله سبحانه وتعالى امر مجموعه من الملائكه بأن يدبروا الامور. ان يكون الرسول صلى الله عليه واله الواسطه في الامور التكوينيه ايضا، لا مانع من ذلك، اذا الله سبحانه وتعالى شاء يكون ذلك. والرسول ينفذ اراده الرب. كذلك من بعد الرسول. حيث دلت الأدلة على أنه لا بد أن تنزل الملائكة في ليلة القدر على إنسان وذلك الإنسان لا يكون إلا الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإذا القرآن يدل على وجود إنسان بعد الرسول صلى الله عليه وآله تحدثه الملائكة لا تقول فقط القرآن يكفي لو القرآن فقط كان يكفي الرسول كان يقول حسبكم كتاب الله لكن الرسول لم يقل حسبكم كلا كتاب الله الرسول قال اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا زين القرآن فيه محكم فيه متشابه فيه عام فيه خاص فيه ناسخ فيه منسوخ يحتاج الى بيان. من الذي يبين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين. كما ذكرنا في سوره القيامه الله يقول: ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. لذلك كما نزل القران بنصه ايات على رسول الله صلى الله عليه واله والرسول تلاها والمسلمون دونوها بأمر من الرسول وهو القرآن بين الدفتين كذلك نزلت آيات التفسير ثم إن علينا بيانه بشكل أحاديث قدسية على رسول الله صلى الله عليه وآله لذا إحنا عندنا في الأحاديث أن القرآن بنصه اللي هو موجود بين الدفتين وبتفسيره النازل وتأويله النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو سبعة عشر ألف آية نيف وستة آلاف نص القرآن وأكثر من عشرة آلاف آية هي أحاديث قدسية في تفسير وتأويل القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم تركوا اهل البيت عليهم الصلاه والسلام الذين هم يبينون القران من بعد رسول الله وتشوف الخلاف اللي صار بين المسلمين شنو الايه المحكمه وشنو هي الايه المتشابهه في ايه الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار في ايه اخرى يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره زين إحدى هاتين الآيتين متشابهة والأخرى محكمة أيهما المحكمة وأيهما المتشابهة؟ لأنهم تركوا التفسير من المفسرين الذين عينهم الله وبلغ الرسول أسماءهم عليهم الصلاة والسلام لذا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقولون والعياذ بالله ان الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في يوم القيامه. زين بعدين هم يشوف انه الرؤيه بالعين ما يصير يقول الرؤيه بالقلب مع ان الايه تقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، ما يقول قلوب الى ربها ناظره. مع ان الامر بالعكس لا تدركه الابصار، هذه الايه المحكمه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هاي آية متشابهة. يعني إلى رحمة ربها منتظرة. أو مثلاً يد الله فوق أيديهم يفسر اليد بالجارحة. مع أن هذه آية متشابهة. وإنما يراد باليد هنا القدرة. لما خلقت بيدي اليد واليدان والايدي مجازا تستعمل بمعنى القدره والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون هذه ايه متشابهه يراد بها القدره، الايه المحكمه ليس كمثله شيء، فاذا القران لوحده لو كان يكفي في الهدايه وفي عدم الضلاله، الرسول ما كان يخلف في امته الثقلين يقول حسبكم كتاب الله. القرآن يحتاج الى بيان من الله سبحانه وتعالى اوحاه للرسول ومن بعد الرسول الائمه عليهم الصلاه والسلام. فاذا القرآن لوحده لا يكفي، يحتاج الى اهل البيت عليهم الصلاه والسلام بان ينضم اليه. القرآن هو الثقل الاكبر واهل البيت هم الثقل الاصغر كما في حديث رسول الله صلى الله عليه واله. فاذا حل الشبهات الفكريه والعقائديه وكذلك الاحكام وما الى ذلك بحاجه الى الامرين معا هذا أولا وثانيا القرآن ليس حاكما القرآن مكتوب بين الدفتين نحن نحتاج إلى حاكم لا بد للناس من أمير فالقرآن لا يقوم بهذا الدور اللي هو دور السلطة والحكومة من يقوم بدور السلطة والحكومة إنسان زين الله سبحانه وتعالى عين هذا الإنسان أو لم يعينه الجواب عينه في زمان الرسول هو الرسول صلى الله عليه وآله ما يلحق واحد أن يقول أنا أولى بالسلطة من رسول الله صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى منحه السلطة لذا كان حاكما كما أنه نبي يبلغ عن قبل الله سبحانه وتعالى كذلك يحكم بين الناس ويحكم على الناس من بعد الرسول هل الله سبحانه وتعالى ترك الناس هكذا الجواب لا الله سبحانه وتعالى عين هسه اذا الناس خالفوا هاي المشكله فيهم الحجه تامه عليهم كما ان موسى عليه السلام حينما ذهب الى الطور عين هارون وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لكن هؤلاء جاءوا أزاحوا هارون وقدموا السامري والسامري أضلهم فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي هنا المشكلة ليست في موسى ولا في هارون ولا المشكلة أن الله سبحانه وتعالى لم يلطف بهم. وإنما المشكلة في أن هؤلاء رفضوا أمر الله وأمر رسول الله. هكذا بالنسبة إلى المسلمين. وهذا الجواب الثاني الذي يذكره الإمام الباقر فيه تفصيل سنذكره في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Gracias. Oh.